المدام واجهة مع واجهة الجندوبي. بونجور 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 بونجور، صباح النور، اهلا وسهلا، صباح الورد، بدايه اسبوع موفقه للجميع ان شاء الله وين ما كنتم تسمعوا في المدام وجيها على احلى غاديو غاديو يفم. غبت عليكم نهار الجمعه، ولكن خليت لكم اولادي ما شاء الله كاملين تامين تبارك الله، قاموا بالواجب الله وحد عليهم، ولكن كنت عوينا قص عليهم انا بالتليفون، ما خليتهم شكيكة هف هف هف، ولا طبعا عيون الرقيب وذون اي نعم يلعب هلا غالب. سامحوني هذا معكم وجه جندوبي من توا حتى نص نهار. المدام واجهة مع واجهة جندوبي، رجعت لكم اليوم برشا نشاط وحيوية، حلقة جديدة فيها الزمار، فيها الضحك، فيها الأخبار، فيها النصائح، وطبعا مانيش وحدي، معايا أبنائي. صباح النور الكل، بونجور بونجور. باش نبدأ بولد بنتي الجميل الرائع المتفوق الناجح ما شاء الله، شو باش نقول لكم، راني زغرت لين بالحوح نتاعي، هذاك علاش ما جيتش نهار الجمعه، راني زغرت 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 على ولد بنتي، اما انا غالب وصلت مخ ينعم فركس في الجو، شرط عليا قال لي نحب دبوست الجو فيها تربوش، هايك تربوش تنجيح هذيك، راني ما لقيتها لما وجي ولا في قفايا خلطت مخ نلقاه سايي، خذا معدل جميل 16 ونص ولا هي ندرى قداش، تبارك الله ما شاء الله عليه عروس. صباح الفل ورد وياسمين، قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياه قلبي وافراحه صفق الولد اختك صفق، شنو هذا؟ حط لكم الجو والحلو فرحان في الدنيا يعيشك ميرسي. نعم يا سيدي نعم، عندي كلمة تفوق أخوه هنا جدا عن جد ابن عن جد، أنا تتوارث النجاحات تتوارث به، فما غد عروديت حاجة هيلة هيلة ياسر تتوارث. بارك الله فيك، معناها يعلم بيا ربي إنك كيفاش جاي نجري أخي. الله غالب تحب أمينة بوغانش تطردني من بعد صحيت، هي ثلاثة أيام هذيما نتاع نهار الجمعة ما حضرتش عروديت، وأنا قاعد نحضر في البريزونتاسيون في الليل، قالت لي ليه تو تعمل لي فيديو تبعثه لخوالك يا ابو غنجة غدوة نعدي، ليه خدمة، قالت لي خدمة اما بحق ما يخصبوكو. كيفاش تعداك كيفاش تعديت قالوا لي باش تراك ودنيا مدعوك، اكيد فما شوية خوف اما بعد سافا، يعني ملي تسكر الباب كل نسيت الناس الكل اللي برا، ركزت كان مع ركزت كان مع الجوري وتعديت، معناها حاجة باهية وسافا والحمد لله. ميرسي بكل الناس اللي كلموني والناس اللي جاوني زادة للدار، تحية لأي عبد ماني خاطر برشا تليفونات برشا مساجات وبرشا كومنتارات زادة، بحق حجمتوني على روحي، ربي يفضلكم رب صحة فرحة، وهذه التقطيق ومازال هذه البداية ومازال مازال باش تبرهن على الشيء اللي قريته تو كله نحب نشوفوه في الميدان ان شاء الله داكور دو قدرة ربي. مرحبا بيك في الميدان، مرحبا بيك الوحيد اللي تكهن بالنوت نتاع ولد اخته الجميل الرائع البوغوس ابني راجح. صباح الفل، صباح الانوار وجور، صباح الخير الناس الكل يسمعوا فينا. كانت قريت له الدنيا بتاعه، قريت له عقلت بشيخه هكا، مش قريت له انا بحكم معاملتي العلولو ويلزمك تعرف معناتها حاجه مهمه قبلها اللي هي الفالور انتراسيك نتاع العبد، مؤهلاته واش تنجم تعطي ما تعطيش، المواضيع اللي ياخذها في الاميسيون اللي كان معايا، شنو ما ليزكستري اللي يحب يحطهم، شنو ما ليزانترفونسيون نتاعو، شنو معناتها لي تيتر اللي يكتبهم، تفهم ببري فينا بالي قاعد يحاوس المخلوق شويه، دونك تعرف مؤهلاته الذهنيه وين تنجم توصل عليه، من نوع اللي ذكي عرفتك اللي يولي كومبو خطير جدا، كان ذكي ومحراث فرد وقت ولكن ذكي وماخذ راحته عليه، دونك 16 ونص علماء وكانت سهله ياسر، معناتها كان لعبت عليه هنا معناتها 16 ونص فلت، والله غالب الله غالب ان شاء الله، مبروك عليه وعلينا الكل على كل. ابني المدلل ابني مجور. المدلل يا خويا الى سيخي نهار الجمعه تبارك الله الحصه والدنيا وكل وابدع. صباح الفل، بونجور وجوج، بونجور الاولاد، بونجور اللي تسمعوا فينا ولا تفرجوا فينا على اي اف ام تي في. مبروك عرعود، مش غريب على ولد بنتي كي تشوف الام معناتها ولد بنتي ولد اختي المضمون دخل بعضه دخل بعض المضمون كي تشوف مينا ابو غنجه تبارك الله، الكومبو اللي يحكي عليه راجح موجود عند امه الحقيقه، افكي ومحراثه فرد اخطر ما ثم عطاته برج وبر اخطر اخطر ما ثم
دونك مبروك خويا عرعود. وكما قلت وجه هذايا البدايه ومازال مازال لانه توا لازم يبرهن معناتها اللي قراه الكل في الميدان. اشتهبت على الميدان مرحبا بيك دونك بحذانا على الميدان. وكان يحب يحكي على رساله التخرج نتاعو لانه مزيان على الاخر البروجي دونك يسرقوه نمشي نرحب بولدي الاخر اللي عدى ويكاند في العروسات في انتظار الزواج ان شاء الله نهار 19 اوت هكا ولا قدره ربي ان شاء الله. وعدت ولد اخته قلت له باش نخرجك ونسهرك ما هزيتوش فوالا ما هزيتوش. صباح النور ساعه الناس كل تسمع فينا صباح الورد. فما برشا حقائق مش تتبدل وفما برشا حاجات مش نقول لكم عليها في الروبريك نتاع حرك بدنك اليوم خبيع. استناونا وفما برشا حاجات مش تتبدل ومش نولي صعيب وتو تعرفوا علاش حلقتنا باش تبتلتين باش يخرج يسهر لا علاقة باش عمل مع ولد اخته لا علاقة في الويكاند حتى شيء ما جاوبني على شيء تقديم وحالة حليلة معناها وكيفاش باش نقدمه وتفكير وجمل ما على روح نجاوبك من بعد على روح تريسيب نجاوب بالخدمة عنا موجود مازالوا درجتين يلا المخرج قلت تريسيب سلام عليك هو موجود هيا سيدي باش نبدا حلقتي بالسونداج شكرا اكيد بالسونداج اليوم بعد اللي شفناه في الويكاند السهرات والحفلات اي ينعم يا سيدي والناس اللي فوق بعضها البعض ها تصور تفجع شوية شفت برشا تصور برشا تصور حبيت ناخذ رايكم كيف تشوفوا المظاهر هذية والتجاوزات هذية هل هي عادية ولا مش معقولة لو ليت مش معقولة بالطبيعة مش معقولة. نبهنا نحن قبل حتى بجمعة قلنا راه فما برشا اكتظاظ في البلايس اللي العباد تخرج فيها ريستورونيات وكل شيء دونك الحقيقه معناتها ما ظهرت ليش غريبه انا يعني لانه كل جمعه هكا الجمعه ذي العباد ركزوا اكثر انه فما برشا عباد قاعده تسهر وفوق ومسيرات زاد ومسيره مش كان سهريات واحد رجع شفنا برشا تصاور اخرين الشيء ما كانش عملوا قانون نتاع واحد ياخذ خطيه دوب ما تصير حكايه كي من هكا ويطبق القانون خاطر موجود المشكله اللي القانون موجود راجح شنو رايك والله ماخذ حلو بالرسمي للتخرج يلا كامل امضغ وابلع نمشي لدالي شنو رايك في الحكايه مش معقول مش معقول بالحق مش معقول وربي تسترنا علولو وانت اصحابك حتى كي مشاو فما تباعد والدنيا ولا بعض على بعض احنا جينا للدار وبعدنا هكا بعدنا مترو وسالك لا بقينا لبرا خاطر الصاله مكان مغلق واحترمنا التباعد وتعدت ساري مزيان صحيت غير معقول غير معقول يا اخي انت مش فرح معك الصباحة ما عطيوكش تاكل ما عطيوك حد شيء ما فهمتش معلي تجي لامك لهنام تفطر تخرج تخدم ليش حد شيء نجيك بالذنب انا عميك لارا حدش وليد كل يوم تعبت الامور شم في ليسانس صحيح بالدنيا وليد شم في ليسانس دونك نشوفوا حتى معناتها في الانستغرام والستوري تشوف معناتها دي انفلونسور زاد اي لانسيت لي جون باش كانهم يجيو وتشوف معناتها قاعدين يصوروا من لي ليو اللي هما يخدموا فيهم خاطر فيهم اللي يخدم في محلات وكذا لا بافيت لا تباعد حتى شيء اون لانسيت لي جون كمان باش يجيو باعداد وهيا وينكم نتلموا نعملوا ضحكه وجو هذا اللي اسف راه هو انه معناتها تقول العباد فما مينيموم تاع وعي لازم يعطيوه للعباد الاخرين فهمت معناتها انا كي نشوف واحد متاثر به معناتها نحب نتبعه في كل شيء طبعا كي نشوفوا خرج ياسر معناتها جو مي بيرمي يعني باش نخرج نسهر هذا موضوع اكبر معناتها نحكيو توا على التاثير على السوشيال ميديا والميديا زيادة تحاسيلو وكها خاطر شو كي تقرا بعض التعليقات وتشوف طلع العبيد فدت عندها عام واش ما خرجتش ما تفرهدتش ما قعدوش هكا عبيد مع بعضهم ما حكاوش ما بدلوش الجو معناها تقول من التكوي ومن اكزاكتومون اي دونك شوف المحلات زاد تقول لازم يربحوا فلوس العباد هذو لازمهم يعيشوا انديبوندامون من ربح الفلوس راهو فما محلات خرجت لي سيرفوز ولي سيرفور والكل ما عادش ممسكين اما او موان معناتها البيريود هذه نعرفوا معناتها البيريود استيفال وباش تجي الخدمه مش لازم نعبيوها مش لازم الكاباسيتي ماكسيمال نتاعك حتى نقولوا احنا 50 ولا 40% مثال شراهو باش تجيك سيزون وباش تخدموا بقدره ربي معناتها تعدى البانديمي ونرجعوا معناتها في سير الكائن معناتها ما صار شيء دونك وحيدة حتى العباد زاد فما شويه وعي معناتها تشوف انت الكياسات السبت ولا حد واجا ما الناس الكل تصب مع بعضها زاد باش يعملوا اي كهو كهو انا وحلت ان العشرة بالضبط خرجت مروحه خاطر في بالي عندي درج زايدته في المونجيلا
نلقى روحي ما نحكي لكمش قدام باراج بيبي بيبي العبيد والناس بالحق معناها خرجت من سينتها جيران خرجوا ومانكم يزيوم التزمير معناها شنو هو ذنبنا حاسيلو برشا 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 خوذة وليت وربي قد الخير دونك ديما نقعدوا بالنصائح متاعنا ما نتجاوزوس من جو جوزوش البروتوكول بالحق صحي دوبلكشي دونك البافيت متاعنا بربي والجيل والتباعد حاجة راو ياسر ياسر مهمة ماء وصابون ونغسلوا وكشي هذاك كله نمشي وفاصل وبعد نرجع نشوفوا عروديات بعد غيابه وامه شنو اللي صار نهار الجمعة في استوديو في المدام وجهة. هاي يا سيد كابين سيدك نمشي والعروديات ونشوفوا شنو اللي حضرنا والتنبيرات اللي وصلته من امه يلا عرعوديات. اهلا وسهلا بكم في عرعوديات. اي واحد من اخوي اللي ما يحبش يتعدى في الروبريك هذه بطبيعة عنده من عندي نصيحتين لا يظهر لا في الراديو لا في التنفس تتمشي واحدة التنفس التونسية راي بيها يا حبيت نعمل حاجة مختلفة ما عاونتونيش مثالش ربي سامحني يا مانك قبل ما تبدأ تحية للوالدة أمك ملا جو مدام أقسم بالله بنا ملا فراول وملا المخرج من غاديك اي عندك بايك عندك والله تحية ليها بارك الله فيها كل تعم مشروع باي شكرا تفضل تحب نعوضوها علي نعوضوها لا لا سيبوا باش نكمل طو سيبتكم نهار الجمعة خفت لطيحوا فيا أما اليوم سيي كملت تخرجت باش نرجع بكل قوة كما عرفتوا عرعوديات والبداية بطبيعة باش تكون مع شكون باش تكون مع دوبلكشي وإبداعاته في السونداج اللي كيسألوه الوتلة في تونس غاليين وإلى الرخاص كيفاش جاوب ما جاوبش على السؤال أما حب يقدم نصيحة لكل من وزير الاقتصاد ووزير السياحة والله بصراحة نشوفهم غاليين من با معناتها مش في المتناول جملة 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 على خاطر كما قال راجح اليوم التوريزم ما فماش على قليلة انت ركز على السياحة الداخلية التوريزم ما فماش على قليلة انت ركز على السياحة الداخلية تونس الكل تحب تفهم شنو هي التوريزم ما فماش وركز على السياحة الداخلية ابدا عاد دوبلكشي والنصائح نتاعو يقصد التوريزم اللي جينا من المطار والتوريزم اللي عندنا والتوريزم اللي عندنا في تونس والمشكلة انه هو ما قدمش النصيحة هذيك كهو هو البارح هو نهار الجمعة ابدع في النصائح وجوج تعرف زين بالميلك طبعا طفلة رزينة بعقلها بمخها وبكل شيء دليل قدم لها نصيحة انا خايف على زينب زينب من بلاصتها خاطر كي علول ما بدا معانا في الراديو بدا هكا وبالله يعطيني وكل شيء اللي احتل الميشن الكل وفيك هو مع زينب في الـ في الـ في الـ في التلفزة قاعد يحضر في بدنه باش ينجم ياخذ بلاصه زينب دونك انا نقول زينب الحق رد بالك على روحك رد بالك على بلاصتك راهو عليه عروض من نوع العبيد اللي تعطيه صباع ياخذ طيح لك يا اخي ذي مش قالها مره زدوينها حاضره اختنا من الفرصه انك ما تشحاط ما عليش تعود فيها باش ننبهها مره اخرى صدقش معني شنو هي الشانستي هذيا معني شفت التلبد يا مينتي اما هذا لا يمنع انه خالي دوبلكشي يحبني وديما عنده فيا ثقه اما الثقه نتاعو سبيسيال شوي حتى انا بصراحه عندي ثقه كبيره 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 ثقه عمياء في علي عرعود ثقه عمياء في علي عرعود ان شاء الله يا ربي ينجحه ومتاكد انه مش يخرج من 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 السوق نتاعو بحاجه باهيه برشا وتقعد زاد في التاريخ هي قاعدة في التاريخ على الثقة العامية اللي عندك هي أما بالحق اللي عنده فيها ثقة كبيرة وعندي ثقة إنه لازم يبدل خدمته السيدات تكهنات بتاعك هو فما 16 ونص 17 إن شاء الله إن شاء 16 ونص جيبها بالضبط المعدل نصيحة معناها نجم ودي والراجح تلقاه كل نهار اثنين هنا في إفام بعد نص نهار نجم يقرأ لكم بعد ليلي من العشرة وربع العشرة ونص بعد ليلي بالضبط أما زعما شنية محضر لي راجح كادو بعد التخرج زعما مش يفرح بيا وإلا ليه انا قلت له علي تهبط 99 بعد نتكفل انا بالمهمه عندي طرق اخرى انا ابروش اخرى جمله في في الكوتشينج انا عندي الكوتشينج بالصدمه مثلا الكوتشينج الجري في الرمل وكابل ضوء عريان مسيب ومن بعد يهبط للماء فما مثلا الكوتشينج بالفوبيا نشوف انا الفوبيا نتاعو وتجيبها له فهمت هكاك معناتها دوك من 99 ل 70 بقدره ربي في يكتب لي هو معناتها اللي هو معناتها متنازل على كامل حقوقه البدنيه هذا مش حقوقي البدنية هذا حقوقي النفسية البدنية الجسدية ومدارك العقلية أما الالتزام اللي رأي مش صح وبغنجة مش أنا قولك في السبعي حاجة باهية قدرة ربي أنا نوعدك توعدني باهي إن شاء الله أنا مصدومة شفت كمية العنف اللي تعديت في برنامجك نهار الجمعة أنا ما ننصحكش ما هذا ما هذا
شنو هل الاخي هكايا نربيو بالضرب نحنا ونربيو بالعنف وشنو هذا في تايلاند؟ تعرف تايلاند اللي كوم تاع اللي يعملوا في المويتاي مش يعديو مساكن مش يخرجوا ابطال عالم ريت باش يهبلني باش يغلبني يغلبك شوي 45 كيلومتر هم اربع كلمات يعاودهم ويعاود يركبهم ويسيهم يتبع فيهم على الشيخ جوجل مالي بديت وتي اربع كلمات ولا شديت لي كلمه ورا اختها اللي تعاود يعني شدينا اخوك دوبلكش اليوم غدوة انا قولكش لك انت ان شاء الله اما تعرف شنو مخوفني اكثر لا مخوفني لا راجح لا دوبلكش لا ساحري مخوفتني كان فتاه واحده انا نحب نقولها ونعطيها جائزه وتنويه خاص اللي هي اختنا جيبوعه اللي جات من لول بميكرو تروتوار من بعد ولا عندها روبريك والجمعه اللي فاتت قدمت زاده البوان مارشي بالحق خايف على بلاستي من جيبوعه كانت هذه عروضيات لليوم شكرا لكم نرجع لكم غد شكرا 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 ياكلوا في بعضهم على ورثه ما زلت حيه عيني حيه أنا مازال برنامج مازال موجود انا كنت متفهم انه باش يحط المخرج معانا لاول مره في عروضيات راني ما سمعتش اللي قبل الليميسيون اللي قبل هذه سمعتها طوى وانا داخل للبلاتو كيفاش الاخ نحكي عليه طوى لغد تفضل هو راهي حاجه مبدع كيفاش كيفاش تسمعوا الراف ماج ومن بعد ترجعوا انتم تسمعوا في المدام وجيه تسعه واربعه تسمعوا في المدام وجيه لا وانا انا اكثر حاجه عجبتني اللي رفيق كامل فيها اين عم وجه جندوبي في المدام وجيه من تسعه ونص حتى نص نهار عمل وفيس على كفتها رفيق بوشنيق فيس على كفتها وقال بيب جديده نوعيه جديده بتاع بيبليسيتي مخرج جديد شكرا لك العرعود بارك الله فيك وبالحق بالحق ان شاء الله ديما موفق وان شاء الله ديما ناجح قولي تحب تقولي حاجه اي نحب نقدم تحيه كبيره للبنت خالي شهيره اللي جات البارح من فرنسا عامله الدنيتها كله عملاقها مرتين اونسانت تخاف على روحها اكثر من كل شيء ديجا اللي دخلت البارح من الكهرباء طول بقات في البيت معناها باش تكمل الحجر نتاعها فحبيت نقول مرحبا بك في تونس يا خيتي شوف ما يخرب باش تحكيوا عم محمد الطبيخ يا سيدي يا نشكروا بلي طيب لنا شي به وقت يعطيه الصحة بارك الله فيكم نمشيو لك يوسف باش يحكي لنا اليوم في فصل الحكاية على شنو على برينس يلا شنو هو الكيك لا 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 المغني برينس المغني غفلة عمره جاء في وقت مايكل جاكسون ايه سينورا كما جيش في وقت مايكل جاكسون نحكيو فيه الموضوع كالعادة كيما كل نهار اثنين نحكي لكم قصة نجاح باش تبداو الجمعة في كل نشاط وحيوي اليوم باش نحكي لكم على حياته وكاريير واحد من الفنانين اللي خليه بصمة كبيرة في البوب روك في العالم مولود نهار 7 جوان 1958 كيما اليوم بالضبط في مينيابوليس في امريكا بو امه ميوزيسيان دونك مولود في الشيء ذي ومسوه امه ميوزيسيان واحد من عائلة فنية ميوزيسيان على فان اس نعرف اموره في الفرنسي سبقا من الصغرى عملوا معناتها بالصغرى علموه انه معناتها الموسيقى هي الحياة ومن الصغرى معناتها برينس راو يستعمل 30 انسترومون معناتها يعرف يستعمل يتقنهم 30 انسترومون كاملين على سولفيج هيك اول جروب لعب فيه اول جروب هو صنعوا عمره 14 سنه باش تشوفوا كيفاش الكارير نتاعو بدات يعني من الصغرى ومن وقتها بدات المسيره نتاع الروا نتاع البوب روك في العالم كاريرو بدات عام 1978 ديريكت عمل سوكسي كبير برشا البومات 40 البوم في حياته راهو مهم شويه 40 البوم ومعناتها مش معناتها البوم يطيح على البوم اللي يجي اللي من بعد معناتها دي ريكور في لي فونت ماهوش مغني فقط شومان كبير برشا لي كونسير نتاع برينس معناتها تنجموا تدخلوا على اليوتيوب وتتفرجوا فيهم حاجه ابداع كما قال راجح قبيله الغلطه الوحيده اللي صارت له انه جاء في وقت مايكل جاكسون وفي وقت مادونا زيد خاطر مايكل جاكسون ومادونا فرد جينيراسيون هو معاهم زيد برينس كيف كيف في السينما عمل ضربات تخفيف مثل في فيلم اللي الاغنيه نتاعو ضربت على الاخر بيربل
بيربل رين في 1984 مثل غنى زادة الجينيريك متاع باتمان 1989 وكيس كريم 1999. كتب غنايات البارش عبيد ولحن البارش عبيد The Time شيلا كنت عارفوها المغنية شيلا شيلا ولا شيلا ولاري جراهام. أما الاكسترافاغانس متاعه وكل اللوك والدنيا وكل شيء ما كانش مقبول رو في أمريكا وقت الوقت ذيك ما كانش مقبول جملة. جي كيما نقولوا خفف عليه مايكل جاكسون بالهبال متاعه دونك الاسترافاغانس وكل لوزي على الاخر قلقوه شويه في كاريره في بدايته خاصه ومن بعديك عادي سي تامبوزي كصوت ديجا الصوت نتاع برينس راهو ايغو على الاخر وفي دخلك هكا في مود نتاع جو كل شيء في ايغو خساره ما نجموش نعديو اكسري لانه فما كوبي رايت في الانترنت حتى دونك معناتها برينس مولود نهار 7 جوان كيما اليوم 1958 توفى 21 افريل 2016 الكينج نتاع البوبروك معناتها العبيد نتصور العبيد ديد فيزواليزي شكون برينس حتى ما تعرفوش وقوته انه سي ان ارتيست انتمبوريل معناتها لي جينيراسيون الكل نعرفوه من الصغير للكبير اللي اكبر منا برشا في عمر دوبلكشي في حياته الشخصيه كان عشيق وجوج برشا دي كونكيت اموريز شيلا شيلا عرس بها كان شيلا ليلا كان راجل مادونا زيد مادونا 150 مليون بيع البومات 150 مليون دو فونت على الالبوم تاعو انورم راهو نحكي كيما نحكي لكم عليه نحكي لكم على الجوائز اللي ربحها خمسه مرات يربح الامريكان ميوزك اووردز وواحده جولدن جلوبز على ميوزيك دو فيلم سبعه جرامي اووردز اي سبعه جرامي اووردز و معناتها الكونسيكراسيون اولتيم اللي هو اوسكار على بيربل رين 1984 برنس اليوم كان مازال موجود راهو عمره 63 الله يرحمه لا يرحمه ونعمه ما حليها الحكايه بالله كل شوف ديما هكا مثلا اليوم لو سيت خدوا لو 8 فمشي حكايه زيد هكا كنا عملنا كل نهار شخصيه على شخصيه والا حكايه تعملت في النهار هذيك عرفت في هذا اليوم في مثل صحيت قديم ياسر العشرة توا نشوفوا احوال الطقس الاخبار تجيكم ليلي ومن بعد باش تقعدوا معانا حتى نص نهار في المدام وجيها نشوفوا البوا مخشي اليوم من حمام لنف وبش تجينا طبعا ملكة المطبخ من حمام لنف كذلك يلا أخبار ورجعينا EFM أسترو ليلي بونجور غرو بونجور نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد الأيام مستمعين راديو EFM بيد بداية أسبوع موافقة إن شاء الله اليوم نهار اثنين أول نهار في الجمعة نستقبل الجمعة برشا حب برشا تفائل برشا أمل برشا إيجابيات برشا حاجات حلوة إن شاء الله نعديو جمعة مزيانة من نواحي كل كيف ما العادة نبدأ بالحمل الوديع اللي قلنا له عندك شوية ضغوطات ما عندك برشا إيجابيات دونك استعد يا حمل استعد لأخذ القرارات لحسم الأوضاع وخاصة للأخبار الغير منتظرة سوبريز مزيانة برشا كسوة امرأة ولا رجل عندكم أخبار حلوة الجمعة ذيها جمعة الحمل مثالش نعدي الجانب المتعب شوية وإلا اللي قلق شوية نخضر الجانب المزيان اليوم نهار سبيسيال خاصة آخر العشي عندك برشا حب وإلا برشا فلوس هذوما أهم حاجتين في الدنيا اللي هو الحب والفلوس بينصير صحيح قبل كل شيء إن شاء الله بتوفيق للحمل الكل أثور نقول له حافظ على التفائل والتوازن وإياك والاندفاع خاصة كان قد تروح في موقف وإلا في حوار حاد نوعا ما جاري الأوضاع كما قلنا كما حكينا وكما عودنا معناها مش كل حاجة تلمع الذهب في اتنسيون لكن أنت في مرحلة تألق ونجاحات وامتيازات وتوسعات وحاجات يسرح لوها والحصاد متاع التعب اللي صار كواف سنين والشهرة اللي اتعدت في اتنسيون ماكسيموم ما تعطيش ثقة بالسهولة ما تحكيش كل شيء خلي الأمور تمشي واحدة واحدة انتبه وانتظر الأخبار المزينة خاصة على الصعيد العملي بالنسبة للثور كبابرا إلى رجل أنثى الثورة عندك استقرار في الجانب العاطفي معناه الأيامات اللي جاي عندك غفلة خارق للعادة من كوكب الزهراء اللي هو الجمال والحب بخفيت لماكسيما ما تضيعش الفرص المزينة وانتبه ذي جماعتك يا ثور من نواحي الكل الجوزاء اللي قلنا عليهم بدأوا يدخلوا مرحلة الاستقرار وأخذ القرارات المزينة جزء كبير من الجوزاء عندهم أخبار غير منتظرة أخبار بغمان حاجة تقول كدودو تقول سخريز تقول حاجة حلوة في الجانب
الجانب العملي، يا اما ترسيم، تجديد كونطرا، اوغمونتاسيون سالير، ترقيه، حاجه هكا مزينه اللي تعطي التوازن البرج الجوزاء ويحسوا التعب اللي تعدى ما كانش في ضايع. انثى الجوزاء ابعد على الشك والتهلويس وخلي عندك روح الحوار، سورتو اللي كان عايشه حاجه مش واضحه، ماذا بك تختار الوقت المناسب وتحاور باش تتخلص من القلق الزايد والمفرط واللي ساعة نجم يكون مش في محله، معناها مجرد شك. دونك لا تظلم روحك، تظلم غيرك، خذ الامور بجديه اكثر وخليك متفهمه. السرطان اياكم والقلق والتوتر بعد الخطوات الميزانين اللي صاروا، وتحسوا روحكم في مرحلة صعود بالحق، يعني من ناحية كل حتى كان فما شوية قلق عادي بالنسبة للقلق اللي صار كمان في الأوقات اللي تعديت وفي المراحل اللي تعديت، وجات فترة فيها برشا جزر ومد نهر ليك وثلاثة خطيك وكل حكاية الكل توسببوكم، معناها تحس بالتوازن، تحس بالنشاط، تحس بالحيوية، تحس بالإقبال، خاصة لو كانت تتجنب التلويس الفلسفة الزايدة اللي تعبك واللي اتعطلك. خذ أمور براحة، خليكم متفائلين وشوفوا الجانب المضيء، جزء كبير دي سيناتور دو كونترا، نصوم دارجون، دي ديمارش مزينة، حاجات يسرح حلوين عاطفيا، استقرار ممتاز. رجل الميزان سورتو رجل السرطان سورتو اللي يخدموا أحرار، اليوم عندك بون نوفيل على مبلغ مالي وإلا توسع في الجانب العملي وإلا أخذ قرار اللي في مصلحة اللي كنت معناها تاخذ تعطي فيه، دونك لقيت الكوراج باش تحسن وضعك وتاخذ قرارك قدم ديما نقول المغامره ساعة باهيه، مش في كل شيء مس ساعة باهيه، راه خير من الواحد يقعد يمشي بخطوات بطيئه ويضيع برشا وقت على روحه وبعد يقول يا ريت. نكره كلمه يا ريت. الأسد اللي هم من الأبراج المتألقة، حذر روحك رجل السيدة، دي جمعتك من نواحي كل، خاصة عمليا وماديا وأمبيان وسيناتور، برشا 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 بغيمو حاجات حلوين خرقين للعادة، سورتو تألق ملحوظ في الجانب العملي، كسوة تخدم حر وإلا تخدم إداري وإلا اللي هو باش تحس لك الضغوطات وكل الصحابة اللي كانت مع قلقة خذت روحها ومشيت على روحها. ما ننساوش اللبة اللي عندك إيجابيات ممتازة، إيجابيات العادة جزء كبير منهم عندهم تبديل، عندهم شانجمون غير عادي اللي باش يخليهم يشوفوا الوضعية بوضوح أكثر ورؤية خير وبرشا حاجات أحسن اللي باش يحسنوا أخذ القرارات، خاصة اللي مواحلين ما بين زوز عروض. قرر وما تضيعش الوقت يا لبا، خذ الأمور بجدية. أنت زاد عندك كادو إلى سوركيز في الجانب المادي، معناها الجمعة هذه فما فلوس بالنسبة للبا. صحة صحة الحضرة، خليكم متفائلين، خليكم كما انتم، شوفوا الامور معناها برشا تفائل برشا امل اللي جاي احلى واحلى. ما تنسيوش اللي هذه فترتكم انتم، حتى كان صار فيها قطع ولا خطوات بطيئه ولا تردد ولا تراجع عادي جدا، المهم النتائج الايجابيه ممتازه من نواحي الكل 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 بالنسبه للعذراء. بكل امانه العذراء الايامات هذه ملمين من نواحي كل، كان في الدراسي، كان عملي، كان اخذ قرار، كان حسم وضعي، كان عروض مزيانة، توزع في الجانب العملي برشا فلوس، حركة ممتازة خاصة ليمات الزومة، معناها تحس ساعة حركة سريعة خارقة للعادة وساعات حركة هكا بطيئة شوية. من في الاخر بكل فما التوازن، نسبة التوازن نجم نقولوا 85% 15%، انت تصرف فيهم، انت تعرف كيفاش تتأقلم معهم. ديما نقول الأنثى العذراء هما ملك استخام لك استخام، يا ما مسكتوش يا ما سكتين جملة باين ما فهميش دخلها. حاور وضح تكلم، أخذ موقف عليها بطريقة مزيانة بأسلوب حلو، الدقة المفرطة اللي تضيع عليك الواقع وتمشي بك بعيد هذيك ما ظابين نتخلصوا منها لا يمتى ذي، وشوفوا الوضع كيف ما هو بالضبط باش نعرفوا نقدمه ونعرفوا نوصله ونعرفوا ننجحوا في كل شيء من نواحي الكل، معناها حتى مغلمة تبدأ الأمور خرقة للعادة. نعرفوا اللي هما أكثر العذراء يبدأ عندهم الإحباط الداخلي وما يتكلموش أون بلوس، دونك مش حلو حتى طرف حكاية فارغة، خذ الأمور بالراحة أكثر وواصل بطريقة مزيانة وإلى تضيع روحك الشهر جوا وجويليا اللي هما الشهر اللي فيه تبعناه في غمام، أخذ براج واحد آخر اثنين واحدة أخرى ترسين نعودوا نسنين واربع ولا خمسة ولا ستة سنين أخرين. دونك ربي معاكم، خذوا الأمور بالراحة إن شاء الله من هوني لآخر العشية عندكم بون نوفيل. قلنا الأبراج الترابية من الأبراج المتألقة دايما تذية اللي هما الثور والعذراء والجدي في غمام، ما شاء الله عليهم بيان سور ما يجي حد شيء بالسهل، كل شيء فيه شوية تعب مي كومام المهم النتيجة، أما خير واحد يتعب ويوصل ولا ما يتعب وما يوصل شيء، دونك ديما النتيجة هي المهمة.
الميزان جزء كبير من الميزان عندهم نوع علمي من القلق. بون نجم نقولوا الوضع اون جينيرال في سيرتان بورسنتاج, وفما زاد الطقس والكواكب. الى كوكب الزهره هكا بعد عليك شويه مثالش اصبر لي متى اللي تعديت خديت شحنه مزيانه متاع اراده وعزيمه وهكا توازن وقرارات عقلانيه خارقه للعاده وتخزر معناها للافق البعيد بطريقه مزيانه لو كانت تحافظ معناها على الجانب هذا متاع التفاؤل والثقه في النفس والاراده والعزيمه والرضا خاصه تنجم تحقق برشا حاجات. وهذا ما يمنعش اللي من اول العام وانا نقول سخيز والا ولاده حدث ممتاز في حياه الميزان اللي باش يبدل المعطيات كله بطريقه خارقه للعاده ويحسوا بالحق بالسعاده وبالحب وبراحه البال وبالاستقرار وبكل حاجات الميزانين الكل. جزء من انثى الميزان الى عندك قلق والا عندك هكا حاجه ما هيش واضحه ما تزربش ما تتسرعش ما تحرقش المراحل, تعمق في الموضوع وبعد احكي بطريقتك واحده واحده معناها انت ما حدش يبقى في 100% راهو ديما فما سارتان بورسونتاج هذاك اللي يخلينا نقاوموا ونعيشوا في الدنيا ونواصلوا ونستناو غدوه بالخير. العقرب, العقرب اللي هما بالحق من احلى الابراج. اي عقرب تقولي لي وجو سي با كوا وما زلت نستنى نقولها ثبت في دات دو نيسانس تاعك ولا عندك وعد ولا عندك حاجه اون كور وطولت بك المده ما تنساش استنى شوي الانتظار نتاعك والمستنيه نتاعك مش ضايعه مستحيل تكون ضايعه. انا قلنا عام سنه عام تاريخي فريمون عام تاريخي للعقرب. اي عرض يجيك خاصه في الجانب العملي اذا كان لقيت فرصه مزيانه كن انا شويه معناها ما تقعدش تقول تعطي عيش المراحل الكل انسى لو باسي لو باسي اي باسي نعيش بيه هذيك الحاجه الحلوه في العقرب اللي ديما تقدم وتغزر الغدوه وبعد غدوه الجمعه الجايه. اليوم النهار خير عادي غير عادي للابراج المائيه وعلى راس القائمه برج العقرب. اي سورتو اي سورتو اللي عنده موعد واللي عنده حاجه هكا مهمه ورسميه ما تخافش ما ترددش ما تتشائمش واصل اي تو فوار لا ايماجيشن مخبيه. جزء كبير من العقرب سيرخيز والا كونسيدانس صدفه. حياه العقرب تتبدل في صدفه في مقابله في حدث هكا يصير ما هوش مخطط ما هوش متحضر اللي بدل برشا حاجات مزيانه. هذاك بالنسبه ليا انا كادو دو ديو دونك فازي فانس سوم دارجون سور لا روت ديكلاراسيون دامور مزيانه على الاخر عروض خارقه للعاده اي انكور دي سيناتور اوفيسيل كسوا خدمه فلوس حب كونترا دو مارياج اي حاجه معناها ملما العقرب مهما كانت الوضعيه. رجل العقرب ياخذ التوازن كل ليله متذي ما شاء الله عليكم كان توصلوا هكا تحقق برشا حاجات مزيانين. خليك عقرب يا عقرب. القوس, القوس بعد شويه على القلق وعلى الاحباط محليكم عندكم الجانب العقلاني اللي فيكم هو السوفور نتاعكم اللي على دغنيغ مانيو تعرفوا تصلحوا الوضعيه. لكن كما حكينا البارح اذا كان معناها تحس بالضغط ولا تحس بالمسلش باللهوه ولا الحسد ولا الغيره ولا المنافسه الغير شريفه ولا شكون يحط العطف في العزله بالعكس هذيك حاجه تقويك وتخليك تقدم وتتاكد اللي انت تمتاز بحاجه مش عند غيرك الدليل القاطع اللي هو ينافسك عليها. دونك واصل واصل وخليك عقلاني وتو تشوف معناها اللي صار معاك الحلو واللي صار الكل هذاك حكايه بيرغه قدام اللي جاي ان شاء الله. واخيرا انثى القوس اخذت القرار النهائي تحس بالتوازن وبالاستقرار والمسانده كوكبيه خارقه للعاده اللي باش تعطيك ايجابيات ممتازه وتخليك تحسم الاوضاع اللي كانت مقلقتك في الفترات اللي تعديت وما خلتكش تاخذ القرار النهائي. مشاريع ممتازه على الاخر اي عرض يجيك اياك تقول لي عيش التجربه عيش اللحظه حتى لو كانت تكون صفر اليدين ما تعرفش على الحظ كيف يجي ما تعرفش على الصدفه ما تعرفش سبحان ربي وقت اللي يحب يكرم يكرم دونك انتبه. الجدي, الجدي اللي قلنا عليهم الابراج المحظوظه في الابراج الترابيه على راس القائمه فما الجدي وبعد يجي الثور وبعد يجي العذراء هذوما من احلى الابراج ليامات هذيا مش ليامات هذيا من اشهر تعداد خرجت معناها بعدت اصحابها والشمس زارقه افون دونك الامور واضحه بطريقه جديه عند برج الجدي خاصه هما يشوفوا في الاشياء بعمق اكثر وبرشا حاجات بالحق بالحق اللي فيها نجاحات بطريقه مذهله معناها النجم نقولوا الجدي في مرحله مش تالق فوق التالق مرحله نجاح فلوس توسعات اخذ قرارات يحسوا بالامتياز يحسوا اللي عندهم طاقه واراده وعزيمه اللي نجموا يقدموا بها من غير تردد ومن غير خوف. كما قلنا الجدي عاشوا شويه باللوباسيك اللي فيه لي زوبستاكل دونك ضيعوا برشا وقت في الاخذ والرد وكلهم
الانغواس الزايد وكل حكيت هذيك الكل، الحمد لله هذا كله ما فماش. دونك واصل بطريقتك اي عرض بوكو با، حاول تواصل انثى الجدي من غير ما تقلق، ما تقولش ولت بيا المده وما جيش وما نعرفش درا شنو الوضع. بصفه عامه الكره الارضيه عامله بوز، دونك بدات تتحرك تو بشويه، وسع بالك. وديما نقول لك اي حاجه تجيك باش تجيك مزروبه، فماش وقت يضيع. معناها البرنس شارمان مش باش يحطك على حصان، لا باش يحطك في طياره ويهزك ويطير. دونك واحده واحده، واستنى شويه من غير تشائم. ماديا الامور باش تتيسر بطريقه مزيانه، سورتو اللي ما عندوش وين يستنى، ومستحيل بالنسبه لي عنده فلوس. ومنين باش تجي له فلوس؟ وشكون باش يعطيك الفلوس؟ مستحيل. عندكم فلوس وعندكم فريدة وعندكم برشا حاجات حلوة. دالوا رجعوا خذوا التوازن المزيان، راه مش الكل، جزء منهم ما شاء الله عليهم اكزاكتوم كيما العقرب، جزء منهم تبارك الله انطلقوا، من جزء عاشوا نوع ما من الاحباط والقلق، خاصة اللي عندهم هكا مشاكل في الجانب المادي والا ضغوطات في الجانب العملي. نجم نقولوا جمعة ذي جمعة ممتازة باش تخرج جزء من الدالو اللي عندهم 3 و 4 موا اون غياغ، عايشين اقلق عمليا، وانهم متأقلمين ويخدموا ويمشي ويجي ومخذين الأمور هكا بكراج بحاجة يسر مزيانة. دونك ذاك كله ما ضاعش بإذن الله جمعة ذي، تبديل كلي معناه بدرجة غير عادية، وما نحكيوش عليه. انطلقوا اللي مازالوا عندهم توسعات كبيرة، أنثى ادلوا حب وفلوس ألف وابتت خيجي رجل لبس عليه. دونك نجم يدلك ويحبك وكل، خطر أكثر الدلو تقول لك منين أنا بتجيني الفلوس ما نجد عشان ولا فما حد شيء وكل حكيت كل. قول لي استل يا فارغ يا مليان، معناه اللي فات اللي يهبط الدلو في البير يطلع معبي، معناه نهار تصير حاجة تصير بالحق عن جدارة وحاجة مزينة وكبيرة وملمة واللي تحب علي أنت كل. المهم أنتم حافظوا على الجانب التفائل والثقة في ربي والثقة في النفس، سورتو يظهر لي أقوى كابيتال كتبنا عندك ثقة في نفسك، تعرف تتصرف. معناها حتى كان تغلط ولا تبلبز ولا هو تتحمل نتائج أفعالك، هذه الحاجة الحلوة معناها في الإنسان اللي وثق من نفسه واللي راضي على نفسه. سورتو إن نكملوا بالحوت اللي قلنا عليهم، عنا برشا أبراج مزينين، عنا مثلا عنا الثور قاعدين يسيطروا على التوتر اللي عندهم، حاجة يسر حلوة. الميزان قاعدين يعملوا في محاولة باش يكونوا إكيليبغي، دونك إفوغ هذاك يسر حلو. وعنا الحوت شو سبحان الله، معنى الترابي والهوائي والمائي، عنا الحوت اللي قاعدين يصلحوا بالغلطات اللي صارت في الفترات اللي اتعدت وضيعوا بها برشا وقت المفروض منه ما يضيعش، ما ميسيرش، ما فات حتى شيء، ديما نقولوا اللي جاي أحلى. دونك انتبه سورتو الجمعة ذي، إذا كان الحوت ينتبه وما يخش القرارات بهكا بتسرع وما يردش الفعل في لحظات الغضب وما يندفعش، أراك من أحلى الأبراج بالحق داخل على فترة الحصاد عن جدارة من نواحي كل، عمليا ماديا صحيا عاطفيا أمبيان بروبوسيون أصفر نقلة تحريك، حاجة يسر 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 مزينة بالنسبة لبرج الحوت كسوسوا امرأة وإلا راجل. نصيحتي انتبه وحافظ، سيطر على روحك وقت الغش، معناها اعرف كيف تسيطر ولا انسحب ولا خلي الغدوه ما تسرعش سوق بلاس، فسد برشا حاجات حلوه اللي انت تعبت عليهم في الفترات اللي تعدت. ديما في الاول وفي الاخر نقولوا نفيقوا خير نلقاو كان الخير، شنهاركم اسعد الايام. رجعنا لكم في المدام وجهه، بيان سور بيان سور ابنائي معانا وتلتحق بيا ملكه المطبخ درسوف. صباح الفل. صباح الورد والياسمين. يشكروا في الحلو اللي حليته الولد اختك حاجه من وراء العقل. الله ان شاء الله مبروك. والله فرحت له برشا برشا، وان شاء الله مبروك عايش بالمأهم ان شاء الله. العقبه للمأهم حتى الساندوتشات نتاع نهار الجمعه ميرسي حاجة. بوكو اي ما خليتكم تاكلوا انتم وتبارك الله ما شاء الله. نمشي والدوبلكشي نشوفوش عمل لنا في حرك بدنك اليوم. يلا حرك بدنك. هاي سيدي بلاي نفكروا بالتشالنج اللي كنا اعلنا عليه وعملناه مع خونا علي عرعود. علي عرعود كان يوزن 112 كيلو دونك الى حد نهار الخميس ولا يوزن 105 كيلو. دونك التحدي جديد ان احنا نهبطوا 99 كيلو ان شاء الله دي سي فان سمان هذيا، معناتها نهار الجمعه نعلنوا النتيجه. هل باش نقعدوا مع بعضنا ام لا؟ هذا شنو باش نعرفوا مع بعضنا نهار الجمعه؟ هذا باش نعرفوا مع بعضنا نهار الجمعه؟ شوفوا وجهه وغنجه تريسبس موجود ما مازال دي سي نهار الجمعه ان شاء الله. شكرا. قلت لكم فما برشا حقائق مش تتفرجوا عليهم اليوم،
بالله لا هذا دليل. واش باش تقول امنا نهار لحد وقت اللي تقرينا جروميناج جروميناج وتقري فينا فرد وقت باش تبدا يلزم بربي يورينا والله بالحق ما يلزم ديما بعد كل استعمال للميكروفون هذا والكرسي هذا نعاودوا نعقموا دونك سامحونا السادة المستمعين هاني مانيش مقصره قاعده نتكلم في نفس الوقت قاعده نقوم بتعقيم المكان طبعا 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 هاي سيدي قلت لكم فما برشا حقائق باش نسمعوهم اليوم علي عرود نجح نهار الجمعه دونك هذاك علاش كان معفى اليوم هذا الكادو نتاعي الخون علي دونك اليوم شكون قام بالتمارين دونك قمت انا بالتمارين التشالنج بالنسبه للعباد اللي تابع فينا دونك باش تفرجوا الفيديو كامل على اي اف ام تي في دونك فيها 5 اكزرسيس لي 5 اكزرسيس الاكزرسيس الاولاني كان فيه اكزرسيس اسمه بيربيز البيربيز هو لازمك تهبط تحط صدرك الكل في القاع وبعدين تقوم تعمل تنقيزه تهبل تقوم تلتخ صدرك في القاع كيكا شنو تهبط لا تهبط تحط صدرك يمس صدرك القاع بوزيسيون تاع بومب تاع بومب ومن بعد قمت نقص فم يعطيك الصح فما حاجه فما حاجه تري امبورطون اني انا منشد معناتها البيوت نتاع الاكزرسيس هذايا مش انا نهبط راه مش في الهبوط راه بالعكس في الطلوع الطلوع كي ندز بيدي نحاول باش نطلع بدني لفوق وهذاك الصعب نتاع الاكزرسيس دونك هذا في دارك هذا في داري برسمك هذاك القصب اللي من تالي حطيته انت ولا شكلت الدار بالقصب هذا حطيته انا كي بطل القفصه نجيب لك منه كي بطل القفصه يبيعوا منه قروين صح يزين محليه خير منك طرف بلاستيك تبدا محطوطه في البركون صحيح زي ما يغطي زاد الرؤيه يحجب الرؤيه وسالة هذيك الجديده نتاعك اي مش مبيعها من بعد شريتها في جده دكه تفضل نواصل سامحونا سيد المستمعين الاكزرسيس اللي من بعده هو اكزرسيس نتاع ابدو دونك فما تشالنج ينجموا يعملوه العباد ريتو الاكزرسيس هذايا نتاع الابدو تنجم تخدمه بالحق تخدمه مده 15 رسمك سامحني ما نجمش انا انت علاش في دارك وين تعمل الاكزرسيس تو راسك مع الطاوله بالضبط مع الطاوله نتاع الواحد التلفزه نتاع التلفزه معناها مره الاخرى في الكوجينه راسك بحذا الغاز تو راسك بجنب هذيك مذب مذب معناها علاش ما تختارش بلاصه بعيده على اكسيدون بكلاسة اون بلوس بكلاسة بشي الانزلاق سهل اغزر له راه بجنب الطاولة وطاولة مذبة اغزر كيفاه على كل حال سامحنا سيدي المستمعين ما تخافوش ما متريني دونك ما فماش حتى مشكلة الشقة في اخرى اللهم صل على النبي اليوم بيس دي سامحونا بالله السادة المستمعين تفرجوا فينا وتسمعوا فينا سامحونا دونك نتعداو الاكزرسيس اللي بعد هو جامب اند جاك دونك نهبط معناتها كوكولي زامية هذيك دونك نحاول نهبط سكوات محلولة ونمس يدي الفوق ومن بعديك موديفيكاسيون للجامب اند جاك كي نحل يدي الفوق وانا هابط نسكر ساقين مثل القاع دونك نخدم معناتها سكوات اوفيرت وسكوات فيرمي دونك زوز الاكزرسيس الثالث والا الرابع هو اكزرسيس نتاع غيناج وابدوز هذا كيف كيف يخدم لنا البدن الكل والاكزرسيس الاخراني اللي قلت لكم تنجموا تخدموا بيه تشالنج تبداوها لمده 15 يوم معناتها جمعتين كل نهار تخدموا الاكزرسيس هذايا نبداو من النومبر نتاع 15 مره والا كانت نجموا 20 مره وكل يوم نزيدوا 5 مرات دو شويت في ال 15 يوم نرتاحوا نهارين برك 6 ايام نرتاحوا نهار بعد كي نعملوا 6 ايام ونرتاحوا نهار واحد اخر دونك كل نهار من نهار لنهار نزيدوا 5 ريبيتيشن وبقدره الى من بعد 15 يوم تلقى روحك انك انت خدمت بدنك الكل وخدمت سورتو الباغوا ابدومينال اكزرسيس طياره على الاخر بالحق يخدم البدن الكل فيه غيناج فيه فيه زاد رانفورسمون مسكولير دونك حاجه باهيه على الاخر دونك كذلك الكادو نتاعي الخونه علي عروض يعطيك الصحه في بلاصه ما هو يخدم تشالنج هذا ما يمنعش اني اليوم باش نشدوا في الصاله ونفدي فيه القديم وجديد على خاطر هو من حقه راه بالحق بصراحه نهار السبت كان الجمعه النجاح نتاعو دونك لازم ياكل شويه حلو لازم ياكل شويه يشرب شويه جو هذاك حقه اخر مره قداش وصلتوا انتم وصلنا ل 105 كيلو 105 توقعوا زاد شوي نتصور ولا لا دونك 113 سادي بون خاطر قلت له عمل جري نهار السبت ونهار الاحد ان شاء الله يكون عمل جري احنا اليوم باش نتفقدوا دونك اليوم باش نتقابلوا في الصاله وغدا باش نشوفوا الفيديو جديده مع خونا علي عروض ونكملوا في التشالنج نتاعنا شكرا
تفضل سامحني. اذا عندكم اي تساؤل ولا اي سؤال دونك نيزيتي با باش تبعثوا لنا. وين المقوله باش تفضل وين نخدم واش نخدم ولا ما نعرف. يا محبيبي هذه كانت ربريك حرك بدنك مع داليتا بين. دونك لي زيكزارسيس موجودين في الصالون تاع دارو كيف ما تشوفوا. عنده صالون بالشبيعه, عنده القصب من تالي, وعنده حيلوحات اللي يهموا الامر, وعنده زربيه علوشه شفتها انا كما علوشه ما شاء الله معناها تبارك الله هاكم شفتوا. وقلنا اللي هو راهو يخدم معناها كوتش بيرسونيل في المنازل وكل شيء. دونك او كتفهموا علاش علوشه ومنازل فخري اكد لي سيد المخرج. دونك اذا كان عندكم اي سؤال ممكن نلقى لكم وقت بالطبيعه تلقاوها دالي تبان على الباج نتاعو بيرسونيل دالي تبان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيه هكا بارك الله فيكم, شكرا ليك. نمشي ونشوفوا ساسوها في حمام الانف في بوان مارشي. لبس عليه برش. صباح النور سهسوهيت. بونجور بونجور ما بوس سافا. الله الله وي سافا وي تري بيان وي. شنو الاجواء؟ جاتني فيديوهات والدنيا وفزيت وكل تبارك الله. تخدم البارح يوم الاحد؟ والله نخدم يوم الاحد ناس مرتاحه وانا نخدم في الليل. اي حدتي مرتاحه ما خليوكش وحدك جاي قالوا عليك وكل شيء. ها جابوا لك حويجه كسكروت ولا حاجه ولا حويجه حلوه ولا باش تسقلايبك؟ لا اذا هذا موضوع نحكيو فيه من بعد. تعشيت عشي زميلي اللي نحبه برشا فضحني برشا قيس بنينه. وبنينا الماكله اللي لقيتها لقب بنينا والماكله بنينا بلاي تحية لامه بنت الحفصيه نشكرها من هنا على الماكله البنينه والليدايات المزيانه. دونك الحمد لله البارح شبعت على الاخر بالماكله نتاع بنينا بالعشاء نتاعو. صحه فرحه انا مش طاوله اخذت فما فيديوهات بعثهم لامينا بوغانجا. دونك هذاك كان العقاب لي. بون هذه خرجت لي على الموضوع شويه الفتاه وربي يستر. وقت الخطبه نحن ان شاء الله باش تكون نهار 30 جوا. ناكد ونعاود للساده المستمعين اللي نقول لكم راكم مرحبا بكم في استديوهاتنا. استديوهاتنا في لاكدو استديوهات اي اف ام. عندي خطبه الفتاه هذه دونك هاي تبارك الله تشطح في استوديو البارح ما شاء الله الفرحه تعلو محياها. دونك شوفك الفازات بربي بربي. نحب نقول العباد اللي تبعث لي على انستغرام نقول لهم صدقوني انا راني سوي سيليباتير معناتها اي بيان سور من هنا اللي ترون سيليباتير اي كل شيء بالمكتوب. قال لك شو المراه راهو طفله يخطبوها 1000 وتبات عند واحد هذيا راهو معروفه قاعده معروفه. دونك انت من هنا نهار 30 مازال ما فما حتى شيء. نشوفوا له ليدا قاعتي كلمه وقاعد يحضر في روحه واحنا زاد كيف كيف. خالتك حلت الحلو خذينا منه تشيشه بركه هزيت ولد اخت ولد اختك رساله التخرج نتاعو وكهو معناه ما غير ما تبدا تقول انا راني سيليباتير انا راني سيليباتير. ما عنديش انا راه بنات سيليباتير بالنسبه للمستمعين اللي يحبوا يناسبوني. ما عنديش حتى خلود زاد كيف كيف طن بعد جمعه جاي تشوفوا زاد راه جات خطبت وكل شيء. ما عنديش انا ما غير ما تقعدوا تبعثوا لي على الخاص سيزون 2 تعرس سيزون 2 تنشوفوا كيفاه. اذا انت في حمام الان في مسقط راسي. احنا في اي احنا في مرشي حمام الان مسقط راسك وراسي زاد قدر دفاع على ابو مهلو وراس خوك زاد يوسف اي وراس خالتك درس وراس كل ما جاوا لنا وراس بابا مش بتكمل الروبريك هذا اي باه احنا دوك في المرشي تاع حمام في مرشي يا حمام لو اي نعم باش نبدا نعطيكم في الاسوام نتاع الدجاج بربي قبل كل شيء سهسوهات احكي لي على الوضعيه نتاع المرشي ملي خليناه المره اللي فاتت تقدتش والله يا وزيه ماذا بيا لو كان قلت لك تقدد اما اختارها ما تقدتش الوضعيه هي اتواليت هما نبعثوا لهم لعيوني ولا كيفاه بلديه حملم شنو نعملوا معناه هكا رئيس بلديه باللي ما نكراو مرشي ويمشيو فيه الكبار وخاصة الناس الكبار معناها تمشي تقضي غاديكا فماذا بينا يكون فضاء ملائم للناس هذوما والناس اللي تخدم غادي خاطر عيب كبير لتوا معناها بالراحة ماهيش قابلة انها تستعمل وكل مش به بالكل بالكل راه عندنا خضرة وغلة ميكروبات ودنيا شنو هيث؟ ان شاء الله نهارين اخرين وان شاء الله
نكلم رئيس البلدية نتاع حمام لوف ونطلب معاه موعد. شكرا لك ساسو، مادام كنتي غاديك حاول تطلب موعد اليوم. يلا تفضل. ان شاء الله ان شاء الله. عندنا الدجاج 5500، الكبدة 14 دينار. يا اخي دور تضيع الدجاج هذاك، مش راجل نزهة ولا اي هكا ولا جانا راجل نزهة المدام. اسمع نزهة المدام يسر 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 ملا ومتعاون ونعطي الصح. طب ناخذ المعلومه، راه احنا معنا حتى مش جيرين. هاي كثار شو يقولوا لي؟ لا تفضل. الكبده ب 14600. عندنا الكبده 14690. ايوه. كبده الدجاج نعم داند 14690. ايوه نفس السوم. عندنا الاسكالوب 14 دينار 990. بعدا جوست التليفون طلع الفوق جوست هبطوا بلوتا. بلا لسه ضحك ما فهمتش انا. كل شدة سير فلو مش حد ما والله ما ضحك حد ما ضحك حد وحدك هكا. قال لي وجا قال لي شنو يا حاس انت تمشي تمشي مع رحمك الصباح فما شكون يصورك انا راني اختي زوالية بعثيني وحدي اه تحكي عليا دي مش عارف تتحمس وليدك تتحمس شنية تو انا تبش تنصبوا لي عركه لهنا في استوديو. اعطيني يا سوام الغله والخضره وكل الناس تستنى فينا راه باش يخرجوا يقضيوا. اي عندنا البيتنجي 2300، البروكلي 2300 كيف كيف، البطاطا 980، ود القمره 1980، السبناخ الرتل على 800، الرتل لوبيا الخضراء على 2000، المعدنوس كما قلنا ب 300، نزيدوا قدموا شويه في المارشي نلقاو الفلفل المسكي 2600، الفلفل الحلو 1980. اي نعم. السفنيريا ب 800، البصل الابيض 1180. اي صباح الخير لاباس شحوالي؟ مش عليك الحمد لله عايشك. انا اللوبيا اللوبيا هذيا الحمراء الخضراء الحمراء اي الحمراء اي 2500. ايوه العربي 1980 باهي يا شكشوكه فتفول تو اي السلام عليكم الناس الكل لهنا. هاي سلمك سلامهم. نعملوا طلة على الغلة نلقاو المشمش على 2000، الخوخ بوتابقايا 2600. المشمش قد ايه؟ فما اللي على 2000 وفما اللي على 3400. اللي على 2000 نجمو نعملوه معجون. اي كما قاعدين تشوفوا نلقاو التفاح زايدة على 3980، البطيخ على 1600، ونلقاو اللوز على 1600 كيف كيف. باهي على 1600 كيف كيف باش نزيدو نعملو دورة باش فما باش ما فماش. دونك الغلال هذايا مساسين ناخدو من عندو مسكر غلال ما تفتحش. الغلال والله هما قالوا لي اللي ما يبيعش الخضره يسمى غلال، غلال اللي يبيع الخضره والغله يسمى خضة. بيان سور صحيتك صحيتك. اللي يبيع الخضره وحده يسمى خضة، خضة. واللي يبيع اللحم يسمى رزا. باه واللي يبيع كل شيء واللي يبيع كل شيء. معلومات مهمه جدا. اي باه باش تمشي الفوزي للزازار ولا عنا العوينة؟ لي مانيش ماشيين فوزي الجزار اليوم. باه خاطر يبدا معبي وانت ما تحبش الاكتظاظ. يعطيك الصحة. اي شكرا. 2500 ما شاء الله. عنا الرتال الدقلة على 1500. اي. اي لهنا المشمش نلقاوها على 1500، والخوخ بوتابكايا نلقاوها على 2980. باهي. هكا سوينا كانت في مرشي. حمام لوش. علاه ما عطيتناش سوام اللحم؟ ما علاش مشيتش خديت لسوام؟ مش لازم حتى ندخل معاك للزازار. والله نحكي لكم حكايه. اي احكي لي وانا ماذا بيا تحكي. عندي حكايه مع عمي فوزي الجزار. اي. هو راهو مش ما يحبنيش ومش ما يحبنيش. اي. اما يتقلق كي يبدو لسوام. انا ما نحبش شكون يتقلق حقيقه. بيه. فما حتى مشكله. ما فماش ايش نقول؟ هو ما فماش كان هو راهو زازار في المرشي. فما جزار اخرين، فما في نهج توا جا ديجا زوز زازار مقابلين بعضهم البعض. اي
ما نعرفش ما تعرفش ناش توجي. شكرا ليك سؤالك هاو انا لا عاد تدخلي في الذي ما عادش نفهم انا شبه مش توجي فما تولى فما بالتهديد صاحب صبح عليه قولوا صباح خير دايب الخلفي متاع المرشي برقو ذيك برقو ولا شكون برقو اللي من المرشي مغاديك انيس والاخرين احسن فلا شوف انيس شعن شكون احسن فلا علوش حليب في حمل 27 دينار 27 دينار هبرة البقري 25 نقاو هبرة العجول 25 كيف كيف الكوتليت 25 دينار جمعين عجول 22 دينار قص عجول على 17 دينار احنا ما عرفناش شكون الجزار لهنا ما يسالش فما حتى مش كان نحبوا نشوفوا الاسوام فقط باش الناس تبدا عارفه قديش اذا تي في اذا تي في عايشك مرحبا بيك عايشك شكرا ليك السسوات الجميله الرائعه كانت هذه اسوام الخضره الغله الدجاج واللحم وين ماشي انت تاو كيك والله انا باش نرجع للراديو باه داكور مرحبا بيك مرحبا مرحب بيك قعد سنه فيك حلو اخوك مازال خالتك كيف كيف عملت لنا حويجه بشوفوها تاو شنيه كذلك حلويات درسوف محضرت لنا بسكويت بسكويت رولي شوكولا نوازيت يلا نمشيو كوجيرتنا بسرعه ايوه عشينا عاد الحكايه ذي شوكولا نوازيت الاسم الرباعي شوكولا نوازيت باه نبداو بالمقادير 500 غرام شوكولاته تويبع كحله مقصوصه جويده 250 غرام بسكويت مقصوص قطع صغار اي نوع نتاع بسكويت بسكويت معين لا معناها مش نقصد اي نوع باش نسميه ونحن الماركه معناها شنو اللي فيه شنو لازم يكون عادي فيه بس بسكويت عادي باه العادي باه 125 غرام زبده 100 غرام بوفريوه محمره ومقصوصه خشينه زوز مغارف ماكله سكر محاور للزينه 100 مليلتر كريمه سائله حلوه 100 غرام شوكولاته طويبع مقصوصين صغار نعم وشويه بوفريوه باش نزينوا بها باه اول حاجه نبداو بطريقه عاملين البسكويت هذايا في كسرونه نحطوا الزبده والشوكولاته على نار هاديه بالكدا بالكدا ونخليوها حتى لين تذوب كل مره نحركوها حتى تذوب الشوكولاته بالكدا في صحفه اخرى ناخذوا البسكويت نقصوه تريفات صغار مش كبار برشا يبداو معناها صغار شويه نحطوا عليهم البوفريوه ونحطوا عليه السكر المحور ونخلطوهم مليح مليح نصبوا فوقه الشوكولاته اللي ذوبناها ونخلطوها بالكدا بالكدا معناها باش من غير ما نبلوا البسكويت نخليوها الشوكولاته تبرد شويه ما لازموش يكون مبلول البسكويت نخلطوها الكل حتى تدخل الشوكولاته في البسكويت والبوفريوه ناخذوا قالب نتاع كيك نفرشوه بورق السيلوفان ونصبوا الخليط هذاك نسويوه مليح 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 ونغطيوه من فوق بورق السيلوفان ونحطوه ليله كامله يبات في الكونجيلاتور نعم حتى لين يبس بالكدا باه نخرجوا البسكويت هذاك ناخذوا الكريمه السائله نحطوها في كسرونه دوب ما نسخنوها من غير ما تغلي نحطوا في وسطها الشوكولاته نخلطوها نهبطوها من على النار خلطوها تذوب الشوكولاته تذوب مليح مليح نصبوها فوق البسكويت هذاك الكل حتى يتغطى الكل نزينوه بشويه بفريوه من فوق مرحيه انا زينته بشويه بفريوه مرحيه زينته بالفوي دوغ هذاك الورق الذهبي زين على الاخر اي وصحه وبالشفاء يعطيك الصحه ريسيت سهله مش مكلفه زاده لا مش مكلفه حويجه نظيفه محلاها تتعمل في الدار اكزاكتومون عاود لنا المقادير المقادير 500 غرام شوكولاته تويبع مقصوصه جويده 250 غرام بسكويت مقصوص قطع صغار 125 غرام زبده 100 غرام بوفريوه محمره ومقصوصه خشينه نقصوها بالسكينه معناها زوز مغارف ماكله سكر محور به للزينه 100 مليلتر كريمه سائله محلات 100 غرام شوكولاته تويبع شويه بوفريوه للزينه به يعطيك الف صحه شكرا ليك درسوف دونك تلقاو الفيديو كامله على نوتخ باج فيسبوك اي اف ام تنجموا زاده كيف كيف تسالوا درسوف اذا كان عندكم اي سؤال خاص سواء بالغوسيت هذيا والا دي غوسيت اخرين تحبوا تعرفوهم دونك تدخلوا على الباج انستغرام تاع درسوف كوجينتنا باي درسوف جاتو بحري مع الجيم تاع خالتي لطيفه ام علي حاجه بنا 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 خرجنا نغنيو تو خنيك تفضل يا سيدي بعد شويه تفاصيل الحوار مع ليلى بن علي اللي باش يبث قريبا على قناه تونسنا نبيل القروي يدخل في اضراب جوع تفاصيل الاخبار هذه باش نشوفوها بعد الفاصل مع علي عروده
غديو العشرة وخمسة واربعين دقيقة برشة 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 أخبار باش نشوفوها مع عرعوديات. نحب قبل ساعة الأولاد نشكر الجمعية التونسية الأطفال المصابين بسرطان الدم على التكريم اللي عملوه لينا. شوفوا تخفي محلي يعطيهم وي والله مشكورين. نحب نشكرهم شكر كبير على الخدمة الكبيرة ساعة اللي خدموها هما وأعادوا تهيئة قسم الأطفال في سبيتار عزيزة عثمانة. تذكرهم كجاو بحدينا وقالوا كيفاش باش نشوفوا تصاور محليهم. شوفوا كل مانيفيك بالحق. برافو والله برافو برافو خدمة كبيرة برشا برشا محليها محليها. شكرا للجمعية التونسية الأطفال المصابين بسرطان الدم. جاوا بحدينا وشو شو شوفوا كل فروشات كيفاش الالوان وشوفوا ايه ايه حاجه انسانيه كبيره برشا برشا برشا. احنا نقولوا للجمعيات الكل رانا نحن موجودين باش نعاونوهم باش يوصلوا فينا يتفرجوا باش يفهموا فاش قاعد نحكيو. مهم جدا نشوفوا ليزيماج هذوما اللي واصلين لنا اون ديريكت من عند الجمعيه. دونك تدخلوا على اف ام تي في تو. مانيفيك 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 مانيفيك. برافو والله برافو برافو. خدمه مزيانه خدمه مزيانه برشا. يستاهلوا صغيرات كبيره ياسر. يعطيهم الصحه. فلوسكم يا توانسه اللي جيتوا لهنا وشاركتوا ومديتوا قليل وإلا بالكثير تشوفوا فيها قدامكم. شوفوا كيفاش الكتب التلافز عملوا حتى كويزين اللومات اللي يبدأوا مع صغيراتهم. شوفوا كيفاش البوست متاع الزورديناتور سالة كاملة متاع دي جو فيديو. محلاهم محلاهم محلاهم. مشكورين الجمعية ذي. ونحب نقول لأي جمعية تحب تخدم البلاد هذه راهو برنامج المدام وجهها محلول بمتاعو. مرحبا بيكم تجيوا تحكيوا وتقولوا ونسندوكم ونوصلوا لكم صوتكم كل ما هو إنساني. احنا رانا معاه ونبسمه بالعشرة. شكرا 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 للجمعية التونسية للأطفال المصابين بسرطان الدم على التكريم وعلى العمل الكبير اللي عملوه. نمشي ونشوف عروديات في الأخبار متاعو توا. ميديا ماغ على اي اف ام. زينب ميك طبعا. تحية لصديقتي زينب ميك. نبدأ أخبارنا بنبيل القروي وين أعلن المحامي متاعو دخول منوبه في إضراب جوع خلال الساعات القليلة القادمة هذي البارح. ويجي هذا بعد ما اعتبروا تواصل احتجاز تعسفي على خلاف معناها الصياغة القانونية وبعد ما تعدت مدة الإيقاف التحفظي اللي حددها القانون وفق ما ورد حسب الصفحة الرسمية لنبيل القروي. إبراهيم سايس يتفاعل مع نبيل القروي هب التدوينة. قال فيها كل التضامن مع أخي وصديقي نبيل القروي في مواجهة كل أشكال الهرسلة وتصفية الحسابات السياسية. تبقى ناجح وأنت في سجنك وهم الفاشلون في سجن فشلهم. الحبس كذاب والحي روح. قال برشا ما نجموش يستوعبوا الكلام هذا. يلزم يعرفوا أنه سيد هذي مر للدور الثاني للانتخابات الرئاسية وهو في السجن. في سابقة ما حصلتش إلا في عدد محدود من دول العالم وقبلها خلق أخلاق إمبراطورية اتصالية بجهد وعمل وإبداع وقت غيره يركركوا في التاي كيف ما قال إبراهيم سايس في التدوينة متاعه. قبل ما تسمح لهم التكنولوجيا بامتلاك تليفون وحاسوب باش يصعدوا بهم قره عقد نقصهم وفشلهم وتفاهتهم. هذي اللي قالوا إبراهيم سايس على معنى علق على الموضوع متاع دخولنا بالقروي في الإضراب. هي كانت معناتها سويت لوجيك انه باش يدخل في الاضراب معناتها اكثر من 211 يوم راهم توا واجههم شويه معناها ونعرفوا اللي تعديت بدي باليي من الاول معناتها نقولوا احنا ديري معينه ونخلطوا لها ومن بعد نشوفوا معناتها كي نستوفوا الاجال. ومن بعد جات موضوع كان ذكروش الكوسيون تاع 10 مليارات ومن بعدها عاودنا رجعنا في القرار نتاع 10 مليارات الى يوم الناس هذا مازلنا ما نعرفوش معناتها القضيه وين باش توصل بالضبط. قرب شويه الحكايه على خاطر نحكيوا على هذايا معناتها بخلاف نبيل القروي كان مرشح للرئاسيه وخلط للدور الثاني معناتها شو الايماج اللي باش نعطيه معناتها. وان بلوس مازال باش نعاود نقولها مره اخرى ما فما حتى معناتها موبيل ما متفهمش علاش
شنية بالضبط، شنية الفساد المالي وين بالضبط، شنو مدبوسيات كونكريتمون، ما فما حتى شيء معناها. فما تقرير ولي على الشكاية زادة متاع اي واتش، والتقارير اللي عند دائرة المحاسبة مش دائرة المحاسبة عفوا القضاء اي قطب المالي، وفي انتظار معناه انه يخرج قرار نهائي بيه ان شاء الله يفرج ربي معناتها، خاطر الحقيقه هو مش باهي للايماج تاع البلاد معناتها، انه اون بوليتيك في الحبس في حاجه يعمل في اضراب جوع معناتها، ريت قداش لامبليفيكاسيون تاع الحكايه كبيره اللي يحكيوا عليهم معناتها ماهمش يدات با دو 2020 و 2019، راه قديمه شويه الحكايه معناتها. علاش نخلط البالي هذا النيفو هذا ليشلون هذا ومن بعد تنولي نجبد لك في دوسيتك؟ هي شنو يستنيو ديما ديما تحس اكزاكتومون بالضبط جاي ولا محسوبه، تحسها ديما محسوبه التاخير هذيا اكزاكتومون سياسيا تلقاه محسوب ها باش نعدي لك بيريود وبعد تنشوف هاني باش هي قالت له راهي مره في مقابله خروج نتاع ولا محل اجتماع قالت له امورك ما عادش واضحه يا نبي، التسجيل مازال موجود يظهر لي من 2017 2018 التسجيل، ومن وقتها يظهر لي امور تعبت شوي. نكملوا في التصريحات، نحكيوا على النهار السبت في برنامج ستار تايم، حنان الشجراني مقدمة برنامج احنا الكل تحدثت لي اي اف ام وقالت انه البرنامج باش يستضيف ليلى بن علي في حوار خاص لقناة تونسنا باش تحكي فيه على احداث وما خفي ليلة 14 جانفي. وقالت حتى حنان الشجراني في الكواليس اللي هي حكيت مع ليلى الطرابلسي، لكن من بعد نلقاو الاستاذة مها شرف الدين اللي هي محامية ليلى طرابلسي أرملة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، حكيت في تصريح وقدمته زاد أيضا لإيافام فات فيه أنه المناوبة متاحة باش تدلي بأي حوار أو تصريح إعلامي لأي وسيلة كانت، إما سمعية وإلا مرئية ولا مكتوبة، وهذا طبعا خلافا للي قالته حنان الشجراني هنا في ستار تايم. وانا سمعت اللي انيس شو اسمه هو معز يا ربي قال راه ورطوني فريق الاعداد ما فماش انترفيو ما فماش، قالوا فما تليفون والمحامية قالت في صورة ما معناتها صار نشر للاتصال هذايا باش نرفعوا قضية باش نشكي، اما حوار كامل وانترفونسيون وباش ياخذوها مثلا سكايب ولا تليفون ولا ما غير ذلك راه قالت ما فماش ماهوش يصير ما له معناتها التبربيكه هذه الكل والواحد علاش ما علاش الخبر يخرج هكا، علاش ما يتنظمش وكله بعد يخرج خبر، علاش كل واحد يحكي وحده، كل واحد ولا بروش نتاعو في الكوم وجه. انت لهنا جاك الخبر علي كان باش تحلل الساعة بينك وبين روحك تفهم اسكو هذه ماشيه بوز والا ماشيه معناتها بو معناتها كونكريتيزاسيون اللي باش يصير كيفاش باش نعملوا بالضبط، دونك مهنا نتبع وحيده وحيده كيما قلت لك خاطر خبر كيف هذا راهو تواصل كل تنجم تستنيه معناها تعرف معناها باش يقول لك بحقائق 14 جانفي اللي طبعا. هي فما برشا خفايا فما برشا حاجات التونسي ما يعرفهاش باش يسمعها، ومن عند شكون؟ من عند ليلى بن علي معناها الكادر حنينة كان بحضور منتجة البرنامج مروه اي فلا علاش قلت لك يعني انا هو حكي سمعته حكي قال معناها فريق البرنامج هو اللي ورطني ما فماش لا انترفيو لا فما حتى شيء ما فهم لي ماذا واللي ماذا كما قلت انت حتى كمش يجيبوها كما قلت انت مرام تكتم على 23 سنه حكم واللينيجم الكبير فيهم الكل ليله 14 جانفي شكون اللي موجود غاديك ينجم يحاور مثلا اتيت خد اكزامبل لا وسهله معناها سهل انك تحاور هكيك جات انفيتي وقاعده في بلاتو معناتها ميم با في 1 تو 1 ميم با في 1 تو 1 نسمع الاكستري باش نزيد نفهمك شنو اللي صار بالضبط كيفاش خرجوهم صار انقلاب كيما يحكي هروب مش هروب هروب مش هروب برشا حاجات هذه اول مره باش تكون في البرنامج حصريه هذا هو برنامج هذايا معدة البرنامج والمقدمة نتاع البرنامج هما اللي أعلنوا وصرحوا في إيافام وفي الأخر اليوم نسمعوا في راديو أخرى وفي في إيافام زادا في إيافام زادا اللي الحكاية مش موجود
يلا اعطينا اخبار اللي من بعد. نمشيو للاخبار اللي من بعد. هو الحقيقه تدوينه للزميله سيدة همامي. قالت زميله في الاذاعه العموميه يعتدي عليها زميلها ويسمحها الكلام ويرعبها. منش باش نزيد حتى تفاصيل. جست رساله للزميل وزميله والاداره وفرع النقابه. حلوا مشاكلكم اخير, خذوا لحق اخير. شكيت لكم كاداره واتصل بكم عضو الفرع واحتج عليكم. هي ما حبتش تتجاوزكم وحبت تخلي المساله داخليه, لكن ما عملتوا شيء وعليه ما يطلبني حتى واحد. ما نحب حد يكتب لي تبريرات كيف ما وقفت معاكم, والا كيف ما وقفت معاك يا زميل كنت تفكر مره, وكما سندتكم يا نقابيين مره. راني باش نقف بكل جهدي والله المستعان مع زميلتي من غير نقابات ومن غير تكسير راس ومن غير حتى تكمبيس. الاحسن انه تاخو حقها. من بعد سيده الهمامي هبطت تدوينه اخرى قالت فيها بعد التدوينه اليوم اتصل بي زميل مطلع وموثوق ليوضح لي انه الزميله تقدمت بشكايه للاداره والفرع احتج لدى الاداره, والاداره طلبت تقارير الشهود واعتذار المعتدي. هذه الاحداث جدت من 12 يوم, والاحداث تؤكد تحرك الطرفين. لكن في تقييمي, وتنجموا تحسبوني ما نفهمش في هالامور, قلت حسب تقييمي تحرك روتيني لا يكفي. وهل يستجوب الامر كل هذه المده؟ سننتظر, وان لم يدلي الشهود بشهادتهم وان لم يعتذر المعتدي سننتظر ونتابع لا للعنف ولا للافلات والعقاب. ملا عبد ما انت عبد يخدم في خدمته. تصير راهو المشاكل المناوشات ما بين لي كوليغ معناتها راهو تصير, مع ماهيش توصل انه تعتدي بالكلام خايب وتتهدد, معناتها راهو مش حلو سيرتو في وسيله اعلاميه. اي والمشكل فيش اللي ساعات ما عرفش ني اللي قلنا في مخخنا اللي نجموا نتصرفوا مثلا مع العباد الاخرى كيما نتصرفوا مع الاقارب نتاعنا ولا اللي تصرفوا مع مرتو كذا. مشينا مره نذكر باش نكوفري كونفرنس في السويد, صارت مناوشه في الاثنين طوالت ثنيه معناتها وخذين على بعضنا فما 18 ساعه كياس يمكن. فارتقل واحد من الزملاء كونه باش يتعارك مع زميله واحده اخرى بكلام ما نتصوروش معناتها اللي يتقال لهوني لا في الشارع لا البر, معناها مي دو كيل دغوا معناتها تعطي ولا تخول لنفسك انك تحكي مع امراه هكاك باللي باش يكون معناتها نقطة الاختلاف اللي ما بيناتكم راهي على خدمة. ليش ما نختلفوا في الخدمة؟ ما اي فوالا ما في حدود المعقول معناتها بركلة تعرفش معناها اعلامي معناها مثقف معناها رزين معناها في المجتمع مليان اكزاكتومون. دونك في معاملات لازم يكون زادة اكشي هذاك نقول لنا اللي تعلموا الكل وعلى الاقل تمارسوا في حياتك اليومية وفي في حياتك العادية معناها. صحيح احنا مهما كان البوست عنا السوشيال اللوطنية متاعنا بالكل هذيك فيها كالطرف الدغديش لتا سوغون يتبدل تخرج معها اوتوماتيكمون مشكلة. ما نحن ما نحبوش توصل الحقيقة لمواصلها دو بريفيرونس تتلم الحكاية خاصة بين الصحفيين. راهو قطاع الصحافة راهو معناها محطوط في التركينة واللي اكزاكتومون الناس كل تستنى له واعلم العار هاو درشنو دونك ما نزيدوش نحلوا ببين باش زملائنا الصحفيين يزيدوا يسمعوا ما يقروا. كل واحد زاديا لازموا ياخذوا حقه معناها في كل اذا تم الاعتداء عليها لازم حقها. اخر اخبار يجينا من فلسطين ونحكيه على حي شيخ الجراح. افرجت سلطات الاحتلال على مراسلة جزيرة جيفار البديري بعد ساعات من اعتقالها بالقدس المحتلة, كما قررت ابعادها 15 يوم على حي الشيخ الجراح. واثار اعتقالها الحقيقة والاعتداء عليها مع مصور القناة ردود فعل كبيرة, وهي كانت تقوم بتغطية معناها تغطي في ما يحدث وهو قاعدين نشوفه في التصوير. كانت لابسه زاده الجيلي اللي فيها بريس معناها, وهما قالوا راهو فما شكون معناها فما شكون زوز تم اعتداوا على الشرطه نتاعهم هما فهزهم هما وقت اللي هي لابسه بريس معناها. انت كيفاش ما تفرق معناها هي صحفيه ومواطن اخر معناها عادي. اذا مواطن عادي اكيد مش باش يكون لابس الجيلي, وتم الاعتداء عليها بطريقه ياسر مهينه جدا وصلت معناها حتى ضربت اليد نتاعها. لكن الحمد لله انه تم اطلاق سراحها وتم ابعادها لمده 15 يوم عن حي الشيخ الجراح باش ما تغطيش غادي الاحداث. فهمتي باهت معناها في كميه الظلم وكميه العنف وكميه الاهانه اللي تنجم تخرج من الكيان الصهيوني. اكثر من هكا
على كل حال، على كل حال ان شاء الله ديما نسمو اخبار مزيانه على اخوتنا واشقنا اشقائنا الفلسطينيين. شكرا ليك علي عرعود لقيت هذا وقيت احول طقس الاخبار، ونرجع نكملوا معاكم في المدام وجهه حتى نص النهار. اي اف ام.